أم الشعرة رولا خوري من كنيسة الناصري الأشرفية. أنا بسكن في هذا المكان جبل الأشرفية. في وقت الحرب اللي كانت في سوريا، هذا المنطقة وهذا الجبل كان مملوء بالأخوة اللاجئين السوريين. الدافع اللي خلاني أكمل بهاي الخدمة أو أشتغل مع هذول الناس، بتذكر في بداية اللجوء للسوريين في هذا البلد، هي أول سنة لجأوا فيها وهم كانوا في الزعتر وكان بالمخيمات، كانت الدنيا كثير ثلج، كانت برد وثلج، وإحنا ببيوتنا كنا مش قادرين ندفع، والحيطان والتدفئة والهرمات وما كنا ندفع، كيف كانوا هم بالمخيمات في هذيك الأيام؟ أنا ما كنت أقدر أنام كل الوقت وعم أتخيل الناس بالبرد. وبتذكر في هذيك السنة كان في أطفال عم يموت في حضان أمهاتهم، وكان المنظر والأمور صعبة بالنسبة لي، هم ناس هربانة من الحرب وهربانة من الموت، وتيجي تلاقي الموت في هذا المكان، فكان جواي هذا المحبة لإلهم أو التعاطف معهم، وأنا قررت إني أكمل، أنا شعرت إنه محبة الله اللي في جوا قلوبنا، هذول الناس هم كمان إنسان وهم كمان مخلوقين على صورة الله ومثال، ومن حقهم يعيشوا بسلام وبأمان. هذا الشيء اللي خلاني أكمل معاهم أو أكمل في هاي الخدمة من قلبي، بحب أساعدهم. هلا في يوم من المعتاد في أيام الخدمة إحنا بنعطيهم مواعيد وبنتقابل معاهم، وبيجوا عندنا هون ككنيسة بنقعد مع بعض نحكي ندردش، بيفتحوا قلوبهم، وفي أوقات كثير بيكون في خلينا نحكي مشاركة مع بعضنا البعض، نسمعهم في ارشادات مرات نعطيهم، وزي ما قلت بالاول انه في اوقات كثير احنا بنصلي لهم وبندعي لهم، وهم اختبروا هاي المحبه واختبروا الامور الحلوه اللي الرب عم يصنعها في وسطهم ومعنا. حاولنا ككنيسه نقدم مكان مريح، مكان يضمن كرامة الأخوة اللاجئين، ما يكون الموضوع يتوزع عليهم الشارع أو يكون في عدم كرامة أو أمور مش ألطف شيء، لأنه عندنا شعار صراحة نحن بنقدمه لكل أخت عم تيجي لهذا المكان، إنه نضمن نقدم المحبة والاحترام والكرامة، وهذا الأمر في كل مرة إحنا بنتعامل فيه معاهم إحنا دائما بنحكي هذا الشيء، يعني الرب يسوع قال عاملوا الناس كما تحبوا ان يعاملوكم. فككنيسه فتحنا ابواب الكنيسه، المكان اللي فيه راحه، المكان اللي فيه كرامه لهم، ومكان اذا كان الدنيا شوب، في مكان براد، ان كان في شتاء، في مكان دافي، في كاسه مي، بنرحب فيهم وندخلهم لداخل الكنيسه. ومن خلال الكنيسه كنا عم نقدم محبه الله. في كثير اوقات نسمع قصصهم، الامور اللي الصعبة اللي كانت بحياتهم أو اللي موجودة بحياتهم، كلنا بنسمع هم شو بيحكوا، بنتقابل معاهم، بيفضفضوا، بيطلعوا اللي جواهم، في أوقات بندعي لهم، في أوقات بنصلي معهم، واختبرنا بصراحة أمور عظيمة الرب عملها في حياتهم، في ناس تكون جاية بألم، بوجع، بتعب، بحزن، عملنا على جروبات زي شفاء نفسي، دعم نفسي لهم، هذا الشيء ساعدهم انه يتخطوا المرحله اللي هم فيها، في اوقات كانوا بيجونا بمرض، بألم، بفقدان، وكنا نصلي الرب يصنع معجزات معاهم، وفعلا اختبرنا ايد الرب في هذا الوقت بطريقه معجزيه معاهم. اشارك قصه نجاح صارت معنا، وهذا يعني هي قصص مش قصه، مش في الرب لاجل الامور اللي عم بتصير في وسطنا، لكن خلينا نحكي عن الموضوع الطازة لسه الفريش اللي عم بتصير في هذا الوقت. بالفترة الماضية أو السنة اللي فاتت عملنا مجموعة سميناها دردشة، وهي المجموعة دخل فيها تقريبا 13 أخت، كان الهدف منها إنه نحاول نتوصل مع بعض على شو المهارات اللي إيديهم، كيف ممكن يقدروا يساعدوا أنفسهم حتى يتخطوا الصعوبة في الحياة كلاجئين، خصوصا السودانيين هم ما عندهم مصدر دخل ولا بيقدروا يشتغلوا. حاولنا انه نشوف كيف ممكن الاخت تقدر تتخطى هاي الامور وتقدر تساعد بيتها واولادها تكتشف هي شو عندها، فسمينا هاي المجموعه دردشه. ومن خلال هاي الدردشه في اخوات نشكر ربهم تعدوا وبدوا يشتغلوا،
وكنا اكتشفنا أمور حلوة في حياتهم، هم بدأت الأمور معهم. لكن كمان اكتشفنا إنه في أخوات في هذا الوقت هم محتاجين لدعم نفسي. فعملنا على فريق لدعم النفس بهذا الوقت، كان تقريبا ممكن 9 أخوات. وهذول الأخوات كان في منهم ناس تحكي إنه أنا لا يمكن إنه دموعي تنزل، وصلوا مرحلة إنه هي زي ماتت مشاعرها، بتقول لو أنا شفت قدامي مين يكون ميت أنا ممكن دمعة مني تنزل، ما عندي دموع تنزل. واحدة ثانية كانت تقول إنه أنا مش قادرة أظني أستمر بحياتي مع زوجي وما بدي أظني في هاي الحياة، وكانت محاولة إنها تنتحر أكثر من مرة. ونشكر الرب بنهاية الأمر أو المجموعة اللي عملناها بعد الكورس، اكتشفنا الأخت اللي ما كانت بعلاقة صحيحة مع زوجها هي حامل، علاقتها صارت أحسن مع زوجها. والأخت الثانية اللي قالت إنه أنا دموعي ما بتنزل في هذاك الوقت لما إجت لقدامنا، هي بكيت كثير وقالت لي أنا مش قادرة أتحمل كيف بدي أقضي الأيام الجاية بدنا نشوفها. ونشكر الرب، شعرنا إنه يعني إيد الله عم تمتد على حياتهم من مرحلة لمرحلة. وفي أخوات منهم كملنا معهم المسيرة، أعطيناهم مجموعة تلمذة، ونشكر الرب في منهم ناس سلمت حياتهم للرب، واليوم حياتها عم تتلمذ عم تنمو وعم بتكون من أفضل لأفضل. أشكر الرب لأجل عمله، وأشكر الرب لأجل الفرص العظيمة اللي الله